مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى كنيسة مار مخايل في بكفية لمتابعة القداس الإلهي الذي يقام في الذكرى 33 على استشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل. القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Oh,
فارفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سوراً حصيناً لرعيته ووضعها سقف خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته وأبهج الشعوب التي آمنت به الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصاً كاملاً وأهلتنا اليوم أن نحيى ذكرى صليب خلاصنا، ها إنا نعيد له بالتسابيح والمدائح هاتفين: تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضيين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم وأنرت الرسل في كرازتهم وكللت الشهداء بإيمانهم وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام. ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بالفضائل كهنتها، نقي شمامستها، أعضد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها، أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعاً أن نستظل حما صليبك في يوم مجيئك العظيم. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما مصبع عيوننا،
ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. قد شاط أروه، قد شاط عيطه، قد شاط بغيوطه، إلا عليه. قد شاط أروه، قد شاط عيطه، قد شاط بغيوطه، الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل الحمراء قارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، إن كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. فأين الحكيم وأين عالم الشريعة وأين الباحث في أمور هذا الدهر؟ أما جعل الله حكمة هذا العالم حماقة؟ فبما أن العالم بحكمته ما عرف الله بحسب حكمة الله، رضي الله أن يخلص بحماقة البشارة الذين يؤمنون، لأن اليهود يطلبون الآيات واليونانيين يلتمسون الحكمة. أما نحن فننادي بمسيح مصلوب، هو عثار لليهود وحماقة للأمم. وأما للمدعوين أنفسهم من اليهود واليونانيين فهو مسيح قوة الله وحكمة الله، فما يبدو أنه حماقة من الله هو أحكم من الناس، وما يبدو أنه ضعف من الله هو أقوى من الناس. والتسبيح لله دائما. كلمة الصليب عند الهالكين حماقة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هللويا.
بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. مرحمون السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال يوحنا الرسول: كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيلبس الذي من بيت صيد الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لأندراوس، وجاء أندراوس وفيلبس وقالا ليسوع. فأجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضاً خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجاً، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. حقاً والأمان لجميعكم. فخامة الرئيس أمين الجميل، السيدتان رئيس لانسولانج الجميل ونايلة معوض، معالي نائب رئيس الحكومة الوزير سمير مقبل، حضرة ممثل الرئيس سعد الحريري النائب جان غاسابيان، حضرة ممثل رئيس حزب القوات اللبنية النائب أنطوان زهرة، حضرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، العائلة الكريمة، معالي الوزراء والنواب، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، نحتفل في هذه العشية المباركة بعيد ارتفاع الصليب المقدس
وبالذكرى 33 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه. 33 سنة قضاها الرب يسوع على أرضنا يعمل الخير ويزرع السلام والأمل والرجاء والمحبة، توجها بانتصاره على الصليب الذي ذهب إليه حراً مختاراً فداءً للبشرية بأسرها. نعم، يسوع انتصر بالصليب ولم ينتصر بالحرب والقهر والظلم، إنما من أعلى صليبه حرر الإنسان من كل ما ومن كان يستعبده. بك ننتصر، أي بالصليب ننتصر، صار شعارنا. هذا يعني أننا لن ننتصر إلا بالحب والغفران والطلاق. عيد ارتفاع الصليب هو عيد النصر وعيد تبديل كل المفاهيم التي كانت تسود العالم القديم والتي ما زالت تسود علينا اليوم إذا حاولنا أن نتجاهل الصليب في حياتنا. فما كان عاراً صار فخراً بالصليب، وما كان نهاية صار بداية، وما كان ضعفاً صار قوة، وما كان حقداً صار حباً، وما كان موتاً صار قيامة وحياة. يسوع من أعلى صليبه قلب منطق الأشياء ومنطق البشرية، فبدل وجه التاريخ، أعطى للإنسان معنى ولحياته وجهة سير، وقرب الناس بعضهم إلى بعض بعد أن كانوا متباغضين ومتناحرين ومتقاتلين. إنه سر يسوع الإله المتجسد المرفوع على عود الصليب، سر حب غريب، سر الحقيقة التي لا تغرب شمسها عن العالم. لما أسلم يسوع روحه على الصليب يقول لنا الإنجيليون انشق حجاب الهيكل، هذا الحجاب الذي كان يفصل بين اليهود وغير اليهود وبين طبقات المجتمع قبلياً ودينياً. كل واحد منا اليوم في هذا العيد وهذه الذكرى يعود إلى نفسه، يفكر، يصلي في أيام يصعب فيها الكلام والصمت والتفكير والصلاة، أيامنا اللبنانية لا تدعو إلى الخلوة، ومع ذلك سنفكر معاً، سنصلي معاً، وسنجدد إيماننا معاً بلبنان حلم به بشير يوماً وكاد أن يحقق الحلم لو لم تمتد إليه يد الحقد والإجرام. 33 سنة قضت ولبنان ما زال معلقاً على صليبه. لماذا يا ترى؟ أظن لأننا نحاول أن نفتش عن الخلاص بعيداً عن الصليب، أي بعيداً عن المسؤولية، بعيداً عن التضحية، بعيداً عن الطلاق والغفران، بعيداً عن الحرية. عدنا نفتش عن الحلول بقوة السلاح، وهذا معاكس للصليب والمصلوب عليه. عدنا نفتش عن الحلول بالسيطرة على بعضنا البعض وبإلغاء واحدنا الآخر. عدنا نفتش عن الحلول بسلبية، إما أن تأتي هذه الحلول على يدنا أو لا تكون. هذا كله معاكس للصليب، فالصليب كله إيجابيات، هو جسر عبور الإنسان إلى أخيه الإنسان وإلى الله. الرئيس الشهيد بشير حمل صليبه وصليب الوطن حراً مختاراً، فصار القائد والرئيس المسؤول والمضحي حتى الدم، لا يخاف ملاقاة أي إنسان. سر نجاحه كمن في تواضعه وفي التفتيش عن حلول لكل المشاكل لا وصفها والتباكي دون أن يفعل شيئاً. مهما كبرت الصعاب وكم كانت كبيرة في أيامه، واجهها بإيجابية ووجد الحل المناسب. حمل صليب لبنان ومشى به من القيادة إلى جلجلة الرئاسة، حيث انشق الحجاب الذي كان يفصل اللبنانيين بعضهم عن بعض وتلاقى الجميع. في ختام إنجيل اليوم يقول لنا الرب يسوع: أنا إذا ما رفعت جذبت إلي الجميع. يسوع يجذبنا إليه، لكن بواسطة صليبه.
لنحمل الصليب كما حمله الرئيس بشير ورفاقه الشهداء، فيجذبنا يسوع إليه وينشق الحجاب كما انشق عند انتخاب رئيس بشير رئيسا للجمهورية. نستغفرك أيها الرئيس الشهيد، ونستغفر كل شهدائنا، لأننا لم نكن على مستوى شهادتكم، لم نعرف أن نحمل الصليب، بل غصنا في أنانياتنا وانتماءاتنا وصفقاتنا وانغلقنا على ذواتنا. في أيامنا اللبنانية القاتمة السوداء، تعالوا نركز على الصليب. كنا وسنبقى أبناء الرجاء المسيحي، كنا وسنبقى ننظر إلى المصلوب من خلال القيامة ومن خلال دحرجة الحجر على باب القبر، حيث انفجر نور أبدي وسلام أبدي وحب أبدي لا تمحوهم ظلمات الحقد والضغينة والحسد والموت. فيا يسوع، من أعلى الصليب الذي عليه انتصرت وخلصت العالم، أعطنا الخلاص للبنان، ليكن صليبك نوراً حقيقياً في نفقنا اللبناني المظلم الطويل. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى ولا لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور للنور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس الهمطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. يتلوه مربحي دلوه والوطلوه دم حاضي طليو، ونبسوه الطيبو طوخ اعول البيتوخ وسود بايكلو قدقوش. صلوا علي ميت المرام ألون قبل كربانه مترحى عليك مصدوده مريو أملخك يطل بشتاليه يا فيدون رحمة حي الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين، حباً لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا
جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية والدة الله مريم ومار مارون، مار ميخائيل، مار عبدة ومار شربل. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، لا سيما المرحوم الشيخ بشير جميل ورفاقه الذين نقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. نافور مار بطرس 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، سلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أباء الأجلاء ويا خدام الروح القدوس. ربنا لنقبل منك البركة والمعونة لضعافنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا. برخ مربون، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس قدوس قدوس
إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا، وبيومه هودك دمحة شودي لمعبد حي نساب اللحم بدا وقادي شوتو وبارخ وقادش واقصو يا بالتلميدة وكادوما سابخوا المنه كل خو هونو دنيتا فغرودي دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقصي وماتيه حوصو يضحو بوالحاي دلعو لمع المي وخانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميدة وكدمار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقيه متشد ومتيه حوصو يضحو بوالحاي دلعو لمع المي وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك ونطلب مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين لا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف منك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعبدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان Yeah.
بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمانة لشعبك والسلامة لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي، ومار كميل مطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا رب، من دير رهبات الصليب رفع إليك الرئيس بشير صلاته في آخر كلمة له قبل استشهاده بلحظات، عندما قال: بدنا نضل موجودين بهالشرق حتى تضل جراسنا تدق وقت يلي بدنا بالأفراح والأطراح، بدنا نقدر نعمد وقت يلي بدنا، بدنا نقدر نمارس تقاليدنا وطقوسنا وإيماننا ومعتقداتنا مثل ما بدنا، بدنا نقدر نمارس مسيحيتنا بهيدا الشرق، بدنا نقدر نتمكن من الشهادة لمسيحيتنا بهيدا الشرق. فلتكن شهادة الرئيس الشهيد دعاء لجميع المؤمنين بك، لكي نبقى على خطى الرئيس بشير شهودا للمسيح في لبنان والشرق. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. يا رب، في ذكرى ارتفاع الصليب نرفع صلواتنا إلك حتى يستعيد لبنان الوطن كرامته، والشعب اللبناني حريته وعنفوانه، عبر الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الحياة للمؤسسات الدستورية. ومنصلي حتى يرجع لبنان 10452 كيلومتر مربع وطن السلام والمحبة والتسامح والرسالة الإنسانية بشفاعة أمنا العذراء مريم. منصلي حتى تضم إلك رئيس بشير ورفاقه شهداء 14 أيلول وسائر شهداء المقاومة اللبنانية حتى ينعموا بملكوتك بالحياة الأبدية. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. يا رب، اعطينا القوة حتى نضل رافعين راية الصليب في لبنان والمشرق، وندافع عن تعاليمك وإيماننا المسيحي بعزم وصلابة. نحن مش خايفين لا من اضطهاد ولا من تهديد، لأنك قلت لنا بمجيئك إلى الأرض: لا تخافوا، أنا معكم إلى دهر الداهرين. واعطينا الإيمان حتى نبقى شهودك الأوفياء، مدافعين عن كنيستنا المارونية وعن كل الكنائس المشرقية، لتبقى هذه الأرض أرض القداسة والإيمان. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، لسيما الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل ورفاقه من نقدم عنهم هذه الذبيحة. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اكترفناها في معرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته يا بي، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناول. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهل الله القدوس، ابن الله القدوس، روح الله القدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. إخوتي الأحبة، كرمال المناولة حتى تكون منظمة، رح يكون في كاهنين بأول الكنيسة، وكاهنين بوسطة، وكاهنين على باب الكنيسة ليناول يلي ورا. أتمنى عليكم جميعا للمناولة، منجي من النص وبنرجع عن الأطراف. Oh.
أشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعبدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ابسط أيها رب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الحق له المجد إلى الأبد. آمين. إخوتي الأحباء تفضلوا بختام هالقديس، إذا بتسمحوا برنامجنا رح يكمل على الشكل التالي، رح نسمع بهالوقت ترتيلي وعدت خصيصا لهالمناسبة، ومن ثم من بعد منا بيكون معنا المجال لدقيقتين من الوقت انه نتوجه الى الساحة حيث الشيخ نديم رح يلقي كلمة بالمناسبة بالخارج. تفضلوا لحظة. بعد انتهاء الذبيحة الإلهية هناك أنشودة رح يقدمها مازن عزار خصوصي بالمناسبة، عنوانها منكمل للنهاية، من لحن وعزف مارسيل غريب وكلمات سهيل أبو رجيلي. غالي التمن على عمر بدونك مرق،
وحدك باقي بقلوبنا مثلك خالد ما بيموت صوتك يمشي عدروبنا يخلق ثورة يمحي سكوت وحدك باقي بقلوبنا مثلك خالد ما بيموت صوتك يمشي عدروبنا يخلق ثورة يمحي سكوت من بعدك انت بشير افتكروا خلصت الحكاية وضاع الحلم بكير منكمل للنهاية منكمل للنهاية افتكروا خلصت الحكاية وضاع الحلم بكير منكمل للنهاية منكمل للنهاية بشير اسمك عسطور التاريخ حامل قوه رجولي اسمك عسطور التاريخ حامل قوه رجولي بشير يا حلم الجريح انت رمز البطولي انت رمز البطولي اسمك عسطور التاريخ حامل قوه رجولي اسمك عسطور التاريخ حامل قوه رجولي بشير يا حلم الجريح انت رمز البطولة انت رمز البطولة افتكروا خلصت الحكاية وضاع الحلم بكير منكمل للنهاية منكمل للنهاية افتكروا خلصت الحكاية وضاع الحلم بكير منكمل للنهاية منكمل للنهاية بشير بشير جميل 33 سنة من العطاء و33 سنة من الشهادة هناك أحلام كثيرة في بلادي لكن حلم بشير هو الأجمل لأنه هو حلم الأجيال والتاريخ والمستقبل هناك مشاريع وطنية كثيرة في بلادي لكن مشروع بشير هو الأمثل لأنه مشروع سيادة الوطن وكرامة الإنسان هناك خيارات كثيرة في بلادي لكن خيار بشير هو الأصح لأنه خيار الأمن والحرية المهابة والعدالة الميثاق والمساواة هناك دول كثيرة في بلادي لكن دولة بشير هي الأفضل لأنها دولة قوية تلغي كل الدويلات من أجل لبنان إن المصائب التي حلت على لبنان منذ استشهاده حتى اليوم ناتجة عن ابتعادنا عن مشروع بشير
لو قيد لبشير أن يحكم لما بقي محتل في لبنان منذ سنة 1982 ولما نبتت أي دويلة على أرض لبنان. لو قيد لبشير أن يحيا ويحكم لما كنا اليوم نشكو من دولة ضعيفة وإدارة فاسدة، حكومة عاجزة ومجلس نيابي يمدد لنفسه، سلاح غير شرعي وانتهاك لحدودنا وسيادتنا. لما كنا اليوم نشكو من فراغ قاتل في سدة الرئاسة. لم يحلم بشير بدولة خيالية، بل دولة واقعية قابلة التنفيذ. والدليل إن بمجرد انتخابه رئيساً للجمهورية أرسى بشير الشعب مفهوم الدولة وأيقظ القيم الأخلاقية والوطنية. تغيرت علاقاتنا، تغيرت عاداتنا، نسينا طوائفنا وصرنا مواطنين. من نسي عهد الوحد والعشرين يوماً؟ من نسي زمن بشير؟ مشروع بشير هو لنا جميعاً. مشروع بشير ليس مشروع طائفة أو مذهب، طبقة أو منطقة. إنه مشروع لكل اللبنانيين. هو المشروع المقيمين والمغتربين، الأحياء والشهداء، المسالمين والثائرين. هو مشروع الذين نزلوا إلى الساحات وطافوا في الشوارع باحثين عن حرية، عن استقلال، عن حق، عن نزاهة، عن رئيس محترم، عن أمل جديد بلبنان. كان بشير صاحب قضية، فأين أصحاب القضية اليوم؟ أي سياسي لديه سياسة واضحة وثابتة مستقلة غير سياسة المزايدات والشعبوية والوصولية؟ أين المواقف الوطنية؟ وأين التحالفات الطبيعية؟ إن القوى السياسية اليوم بأكثريتها تستمد قوتها من الخارج عوض أن يكون تأثيرها في الخارج مستمد من قوتها في الداخل من الشعب. إن الشعب على حق حين يطالب بالتغيير، لكننا نريد تغييراً حقيقياً لا صورياً، تغييراً في الذهنية لا في الأسماء والأجيال فقط. صحيح أن مدخل كل الحلول في لبنان يمر بانتخاب رئيس للجمهورية، غير أن الحل الأساسي يبقى بالعودة إلى قضية التي ناضل من أجلها بشير وانتصر واستشهد. قضية بشير، قضيتنا، هي قضية من عمر لبنان، تأسست مع أول لبناني مسيحي أو مسلم هتف: هذه الأرض لنا ونحن لها، هي لنا وطن ونحن لها حماة. قضية بشير، قضيتنا، هي ذهنية جديدة، هي نمط حياة حضاري، هي بناء دولة، هي بناء دولة الحق والقانون، حيث يعيش كل لبناني أيا كان أصله وفصله، إيمانه ومعتقده، حضارته وثقافته، بحرية وأمن في ظل دولة قوية وعادلة تعترف بنفسها وتعترف بأبنائها، توفر لهم المساحة الدستورية لممارسة خصوصياتهم من دون أي مس بالآخر، بالتعايش الميثاقي أو بوحدة لبنان. قضية بشير، قضيتنا، هي مجتمع متضامن، هو
قضية بشير قضيتنا هي مجتمع متضامن ومؤسسات عصرية واقتصاد حر مزدهر وسياسة مستقرة. قضية بشير قضيتنا هي تعزيز الحضور اللبناني الفاعل والمؤثر في الشرق والعالم من خلال ابتداع دور لبناني ناظم للعلاقات المسيحية الإسلامية ولتفاعل مكونات الشرق دون تكفير أو أحدية أو هيمنة. قضية بشير قضيتنا هي الدفاع عن الوجود المسيحي الحر والفاعل في لبنان والشرق، لا حفاظاً على مسيحية فحسب، بل على الحرية والتعددية وهوية لبنان. إن الوجود المسيحي بالنسبة لبشير كما بالنسبة لنا هو أساسي لتجلي الحالة الإسلامية اللبنانية الخاصة في العالم العربي، فلا مسلم لبناني من دون مسيحية لبنانية رائدة، ولا مسيحي مشرقي من دون إسلام عربي معتدل. لقد أنشئ الكيان اللبناني ليحفظ للمسيحيين وسائر اللبنانيين مساحة حرية وأمن ودوراً في صناعة نهضة هذا الشرق. أنشئ الكيان اللبناني ليكون إطار تفاعل حضاري بناء بين المسيحية والإسلام، وأي انتقاص من هذا الدور تحت أي ذراعة يعرض وحدة الكيان للخطر. فالاعتراف بلبنان وطنا نهائيا يعني اعترافا بثلاثة أقانيم: نهائية ميثاق التعايش، نهائية الدور المسيحي، ونهائية الولاء للبنان دون سواه. يبقى أن يعي المسيحيون مسؤولياتهم. إن روح المقاومة البشرية حية فينا، ولا يظن أحد إنه قادر على اقتلاعنا والسيطرة علينا. لا يظن أحد أنه قادر على اقتلاعنا والسيطرة علينا. نحن لا نخشى المواجهة، أكنا مسلحين أم عزل. نحن لا نخاف أحداً، نشأنا على الصمود والمقاومة لأجل لبنان وللبنان فقط. حين كنا عزل صمدنا، وحين كنا مدججين بالسلاح سالمنا. ولا يظن أحد أنه إذا صادر ولا يظن أحد إنه إذا صادر بعض القيادات المسيحية يستطيع أن يسيطر على وجود المسيحي والمجتمع المسيحي وأن يسيطر على الدور المسيحي. فالقادة زائلون والشعب المسيحي باق. فالقادة زائلون والشعب المسيحي باق. نحن باقون هنا، باقون على 10452 كيلومتر مقدس. نحن باقون هنا، باقون على 10452 كيلومتر مقدس، باقون رسل السلام والتعايش، رسل الصمود والعزيمة، رسل كلمة الحق والموقف الحر. باقون هنا، باقون حماة الكيان التاريخي والأرض السرمدية. نحن باقون هنا، بشير باقي هنا، بشير حي فينا. عشتم وعاش لبنان.